السلام عليكم. خلال هذا الفيديو سنتطرق إلى علم المناعة المدرس في الثانية بكالوريا علوم الحياة والأرض. إذن الكثير من التلاميذ عندما يبدأ علم المناعة تراهم مرتبكين لطول الدرس ولوجود مجموعة من المفاهيم. سأحاول أولا تقديم خلاصة عامة لما سيدرس خلال علم المناعة على أن أقوم بنشر فيديو خاص بكل فقرة أو بكل مفهوم على حدة إن شاء الله. في علم المناعة هناك مجموعة من المحاور التي سيتم تدريسها في علم المناعة. إذا كما تعلمون فعلم المناعة هو يعتبر الجهاز أو حارس الجسم الذي يقيه من مجموعة من الأمراض ومجموعة من الجراثيم. لذلك أول ميزة يتميز بها علم المناعة هي التمييز بين ما هو ذاتي ليقوم بحمايته ولا يقوم بمهاجمته، وما هو غير ذاتي. ما هو غير ذاتي يقوم طبيعة الحال جهاز المناعة بمهاجمته ومحاولة القضاء عليه. إذن مثلا ما هو ذاتي؟ إذن هنالك جميع خلايا الجسم، مثلا خلايا الجلد، خلايا القلب، الكبد إلى آخره. إذن جميع الخلايا التي تتكون منها الجسم. وهنالك ما هو غير ذاتي؟ مثلا الوباء المنتشر حاليا، مثلا فيروس كورونا، فهو يعتبر عنصر غريب على الجسم. كذلك البكتيريات، ويعني أي عنصر غريب لا ينتمي إلى الجسم. إذن في خلال هذا المحور الأول يتم التعرف على كيف يميز جهاز المناعة بين ما هو ذاتي وما هو غير ذاتي. إلا أنه في بعض الحالات إذن يمكن للذاتي أن يغير فيصبح ذاتي مغير نظرا لحدوث مجموعة من الطفرات التي رأيتمها سابقا في الخبر الوراثي، فيصبح ذاتي مغير، وبذلك يقوم جهاز المناعة بمهاجمته ومحاولة القضاء عليه. بعد ذلك، بعد التعرف الجسم على ما هو ذاتي وما هو غير ذاتي، إذن يأتي الآن دور المناعة. المناعة يمكن تقسيمها إلى نوعين. إذن هناك مناعة طبيعية، أو غير نوعية. إذن في هذه المناعة الطبيعية أو غير نوعية هناك مجموعة من الآليات والوسائل التي يقوم بها جهاز المناعة للتصدي للجراثيم. وعندما نقول غير نوعية فهذا يعني أن موجهة ضد جميع أنواع الجراثيم. بنفس الطريقة إذن هذا محور يتحدث عن المناعة الطبيعية أو غير النوعية، فيه مجموعة من الفقرات. إذن أولا هنالك حواجز، الحواجز الطبيعية للجسم. عندما نتحدث عن الحواجز الطبيعية مثلا هنالك الجلد، هنالك الدموع. إذن أنا أعطي فقط لمحة عامة، فيما بعد إن شاء الله سأنشر فيديو يوضح كل فقرة من الفقرات. إذن كذلك هنالك الاستجابة الالتهابية، وهذه خصوصا نلاحظ عندما نتحدث عن الجرح. عندما يكون هناك جرح على مستوى الجلد فتستطيع مجموعة من الجراثيم الدخول. ثم سنرى كذلك ظاهرة البلعمة كظاهرة أساسية في المناعة الطبيعية. إذن هذا فيما يخص المناعة الطبيعية أو غير النوعية. ثم هنالك المناعة النوعية. إذن من الاسم عندما نقول المناعة النوعية فهذا يعني أنها موجهة ضد نوع معين من الجراثيم. إذن فهي نوعية توجه ضد نوع محدد من الجراثيم. إذن كذلك فهنالك مجموعة من الآليات والخلايا. إذن كاين هنالك آليات
ووسائل، إذن سنتعرف عليها خلال مجموعة من الفقرات. إذا كذلك فجهاز المناعة يمكن أن يتعرض لمجموعة من الاضطرابات، هنا بالضبط سنتطرق إلى الأرجية أو الحساسية، سنرى كيف يمكن لجهاز المناعة أن يضطرب وأن يشن مناعة ضد جسم غريب غير مضر بتاتا، و يشن ضده مجموعة من الوسائل. فالحساسية كما تعلمون فممكن للغبار أو الحبوب اللقاح أن تثير جهاز المناعة. إذا سنرى كيف تنبني هذه الأرجية أو الحساسية. كذلك فيمكن للجهاز أن يضطرب ويتسبب له في قصور مناعي، وهنا سنتطرق إلى حالة السيدة، كيف يسبب فيروس السيدة VIH في قصور المناعة ويؤدي إلى القضاء على جهاز المناعة. وأخيرا سنتطرق إلى مساعدات الجهاز المناعي، إذن هذا في إطار مساعدة الجهاز المناعي. إذن سنتطرق إلى تلقيح، والتلقيح كما هو معروف في الصغر هنالك مجموعة من اللقاحات التي نزود بها، مثلا ضد الكزاز أو مجموعة من الأمراض الأخرى التي تقينا في الكبار من هذه الأمراض. على أي سنتطرق إلى مبدأ التلقيح وكيف يتم خلال فقرة مساعدة الجهاز المناعي. وكذلك هنالك الاستمصار، إذن هذا يساعد في نقل المناعة. هنا نعتمد على المصل، إذن وسنتطرق إن شاء الله للاستمصار وكيف يتم وما هو مبدأ هذا الاستمصار. إذن كما رأيتم فهذه مجمل المحاور التي يتطرق لها في علم المناعة. إذن كما كتشوفوا ملي كندير واحد الخطاطة مبسطة، إذن كتمكن لي باش نربط ما بين العناصر. هنا كيبان لي بأن مجموعة من المحاور، ممكن مثلا ناخذ ما هو ذاتي، المحور الخاص بما هو ذاتي وما هو غير ذاتي، ونصيب لواحد الخطاطة مبسطة بهذا الشكل اللي شفتوا. إذن كنحاول ندير رؤوس الأقلام، وكنحاول ندير مجموعة من الأمور اللي غادي تساعدني على تذكر الدروس، وهكذا كنحاول نحيط بجميع المفاهيم، وكيسهل عليا الربط هذه المفاهيم فيما بينها، وكنعرف كيفاش المناعة كتم ما بين ما هو ذاتي ما هو غير ذاتي، كيفاش المناعة الطبيعية، كيفاش المناعة النوعية إلى آخره. إذن ما غاديش يخلعكم هذا الدرس، وخا طويل بزاف، إلا بغيتو تغلبوا عليه تبعوا هذه الطريقة ديال الخططات، وإن شاء الله غتقدروا تضبطوا هذه المفاهيم كلها. دمتم في رعاية الله، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. كان معكم الأستاذ يوسف الهلالي.